شوطنا السادس حيث قطعت المسافة في 9 دقائق 9 ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز الذي قدم من خلال هذا الاسم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام المركز الثاني 9 دقائق 13 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لهجن العاصي وتهانينا لغياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلاله هذا الاسم بينما 9 دقائق 14 ثانية جزء واحدة من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على تقديم الشاهينية في المركز الثالث. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقاتنا تستمر وهذا ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة سابع أشواطنا بمجموع الأشواط والذي خصص للجعدان. أتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والمندفعة. تقدم مباشرة بعد انطلاقة كل الشعارات انطلق مع المركز الأول شاهين يتقدم من هجن رياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني مسامح من هجن حسن أمه يتابع سعيد بن سالم لنيبي في عملية التضمير والتدريب. النقل للمركز الثالث. المركز الثالث شاهين بن هجن العاصمة يتقدم غياث الهلالي في المتابعة. والمركز الرابع ينطلق مكرم القادم لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني يضمر حسين بن محمد آل سفران من يتابع في عملية التضمير والتدريب. النقل للمركز الخامس يتقدم شاهين على خامس المراكز من هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. والمركز السادس يتقدم هملول من هجن رياسة علي بن يميل لوهيبي في المتابعة. سابع المراكز يتواجد هملول من هجن رياسة علي بن يميل لوهيبي في المتابعة. المركز الثامن يتقدم شاهين من هجن رياسة يضمره في عملية التضمير والتدريب سالم بن سعيد بن عمال المهيري. النقل للمركز التاسع ويتواجد وينطلق في هذه اللحظات نجري القادم من هجن الشحانية يار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير والتدريب. المركز العاشر يتقدم شاهين من هجن رياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة وإذاعتنا الأولى للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول والتغيير من قبل شاهين ما غير في هذه اللحظات وتقدم على المركز الأول من هجن العاصفة يتقدم وعلى المركز الأول غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. من يقدم الهلالي شاهين في أول الأسماء المنطلقة والباحثة عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني القادم شاهين على ثاني المراكز من هجن رياسة يتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يتابع ومن يقدم شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث مسامح القادم على المركز الثالث من هجن سيحس سلم يتابع عنيد المضمرين سعيد بن سالم لنيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع مكرم القادم لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران من يتابع في عملية التضمير و
والتدريب النقلة للمركز الخامس، وأتابع القادم هملول. يتقدم هملول من هجنة رياسة بمتابعة الظافر علي بن يمي اللوهيبي. سادس المراكز ينطلق شاهين من مؤسسة هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على المركز السادس. سابع المراكز هملول ينطلق من مؤسسة هجن الرياسة يتابع علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثامن، المركز الثامن الثامن فلج القادم فلج من هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع. من يتابع فلج القادم في هذه اللحظات؟ أول نداء لفلج القادم على المركز الثامن. والمركز التاسع شاهين من هجن رياسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري وبن زيتون. قادم بوسعيد يقدم شاهين على المركز العاشر من مؤسسة هجن رياسة ويقدم شاهين. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بعد مغادرتنا للوحة الاثنين. كيلو متر وشاهين وهجن العاصفة على المركز الأول. هجن العاصفة على الصدارة تتقدم في تقدم شاهين على المركز الأول في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي. المركز الثاني جاتي مسامح مسامح على المركز الثاني من هجن سيح السلم يتابع عنيد المضمرين سعيد بن سالم لينيبي. وهجن العاصفة بدأت في هذه اللحظات بتقدم شاهين على المركز الثالث بمتابعة غياث الهلالي. الرابع الرابع شاهين من هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب هجن رياسة تقدم هملول في هذه اللحظات. وفلج قادم فلج فلج القادم من هجن الشحانية تقدم في هذه اللحظة وينطلق ويقدم في عملية التضمير والتدريب فران بن محمد بن قريع. ما شاء الله وصل البرنس، وصل البرنس مع نجر القادم من هجن الشحانية. والكيلو متر الأخير يا غياث الهلالي وصلت الأسماء في هذه اللحظات. وصول كل المؤسسات مع الكيلو الأخير، لكن هجن العاصفة على المركز الأول. هجن العاصفة على الصدارة على المقدمة مع شاهين. غياث الهلالي يقود هذه الأسماء يتقدم ينطلق هنا مع شاهين. وصل فلج فلج القادم فلج من هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع المري يتابع يركز مع انطلاقة فلج القادم. المركز الثالث القادم من نجر القادم، نجر من هجنة الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في المتابعة. وهجنة العاصفة قادمة قادمة مع شاهين على المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات. ما بين العنابي وما بين الشعار الملكي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لكن فلج ونجر، فلج ونجر السلام إلى الشعار العنابي في الحالتين. في اختلاف المضمرين ما بين البرنس وما بين فران بن محمد بن قريع، فلج تهانينا والناموس لفران بن محمد بن قريع، وتهانينا والناموس لهجنة الشحانية. تهانينا والناموس على فوز فلج بالمركز الأول. المركز الثاني نجر لهجنة الشحانية. المركز الثالث شاهين لجنة العاصفة. الرابع شاهين لجنة العاصفة. المركز الخامس غازي لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول فلج خاطفا هذا الشوط لهجنة الشحانية. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية. الشعار العنابي يحضر في هذه اللحظة مع هذه الانطلاقات. 9 دقائق 12
12 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للمضمر فرح بن محمد بن قريع المري يخطف النقطة الثانية له في صباح هذا اليوم. المركز الثاني 9 دقائق 13 ثانية جزء واحد من الثانية نجر من هجنة الشحانية. شكرا جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث 9 دقائق 13 ثانية 4 أجزاء من الثانية شاهين من هجنة العاصفة. شكرا غياث الهلالي. تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام وتحدياتنا متواصلة على أرضية ميدان المرموم في هذا التواصل وهذه الأثار الحاضرة في انطلاقات هذا الصباح الشوط الثامن.